اليوم احنا لدينا حقيقة اكتفاء ذاتي في مجال اليرقات الاصبعية والاصبعيات اللي نعطيها دائما بالمسطحات المائية لاصحاب الحقول لاصحاب البحيرات، ايضا لدينا اكتفاء ذاتي. اليوم كثير من التقنيات الحديثة في مجال صناعة الاسماك سواء كان الاقفاص العائمة او الاقفاص المغلقة او الطينية موجودة اليوم، هناك تشجيع عملية الاسماك، هناك رعاية من الوزارة لهذا الجانب سواء كان في مجال الاعلاف او في مجال اللقاحات البيطرية. اليوم احنا ايضا طبعا نشكو من مسألة الصيد الجائر اللي اثر على الاسماك العراقية اللي هي عراقية، البني والشبوط والقطان وغيرها، طبعا انقرضت لفترة ما نتيجة قلة المياه، لأن تعرف اليوم مناسيب المياه قليلة، هاي الأسماك تحتاج إلى مياه كثيرة، واليوم بدينا نعيدها، بدينا نعيد الشبوط وبدينا نعيد القطان في مفاقسنا بالرضوانية، وبدينا نحضر حتى نعيد هذه الأسماك إلى وضعها الطبيعي كأسماك عراقية حتى لا تغادر الأجواء العراقية، هو هذا المهم، إضافة إلى الأصناف الكارب اللي هي جتنا من خلال تقنية من الأمم المتحدة ساعدتنا حقيقة عليها، وهي اللي وصلتنا للاكتفاء الذاتي. اليوم كل الأسماك الموجودة وأغلبها بالأسواق هي من صنف الكارب، ولدينا اكتفاء ذاتي، وإن شاء الله في قادم السنوات سنصل إلى اكتفاء ذاتي في كافة المحاصيل الزراعية النباتية والحيوانية.